ناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال دورته 46 الإسلاموفوبيا، مطالبا جميع الدول الأعضاء باحترام حرية الدين والمعتقد. وفي كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان قال المقرر الخاص المعني بحرية الأديان أن العديد من الدول تبنت تدابير استهدفت المسلمين بشكل غير متناسب ووصفتهم بأنهم شديدو الخطورة والتطرف، مطالبا بضرورة محاربة ومكافحة التمييز ضد المسلمين. يؤكد بعثة بلادي على أهمية ترسيخ قيم التفاهم والتسامح والحوار والتعددية والتعارف بين الشعوب والتفاهم بين الثقافات، ومحاربة كل أيديولوجية تدعو للكراهية. وانطلاقا من ذلك، فقد قامت بلادي بتأسيس مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وقد تبنت عدة مبادرات للاعتدال ومكافحة التطرف، ومنها تأسيس مركز اعتدال في المملكة العربية السعودية. وفي كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان أكد المندوب الدائم للمملكة السفير دكتور عبد العزيز الواصل حرص المملكة على أهمية ترسيخ قيم الدين من أجل التسامح والحوار البناء بين الثقافات وتعزيز ثقافة احترام التنوع ومحاربة الغلو والتطرف وخطاب الكراهية عبر مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الثقافات. The dangers of Islamophobia have been vividly manifested through heinous and violent attacks against Muslims across the globe that have captured headlines and international attention. But the majority of the human rights violations and abuses engendered by Islamophobia often gain little media attention and by some estimates largely go unreported. أشادت بعض الدول الأعضاء بمبادرة المملكة التي تزعى لمكافحة التطرف والغلو والمتمثلة في مركز اعتدال الذي يهدف من خلال برامجه المتعددة للتصدي للأفكار المتطرفة في الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي. كما عبرت المملكة عن قلقها المتزايد بسبب تنامي الكراهية والتعصب ضد المسلمين. الجهود والمبادرات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية من أجل مكافحة الغلو والتطرف وجدت إحساناً وقبولاً وإجماعاً من مجلس حقوق الإنسان. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، مجلس حقوق الإنسان، الأمم المتحدة، جنيف.